السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. النهاردة بنتكلم على تجربة عملي لعلم البيئة، بنتكلم على دراسة الكثافة النباتية بطريقة المربعات. احنا النهاردة طبعا مش هنتكلم عن النظري ده في المحاضرات، ازاي نعين الكثافة لمجتمع نباتي من خلال استخدام مربعات زي ما هو واضح في الشكل قدام حضراتكم كده. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بنكون محددين منطقة من الارض لها مساحة معينة، وعايزين نقيس كثافة النباتات اللي موجودة فيها. فنفترض ان عندي مثلا في 5 انواع، 6 انواع، 10 انواع زي ما هنشوف دلوقتي كده. فبنشوف الكثافة النباتية لكل نوع منهم على حدة، ثم بنشوف بننسب الكثافة النسبية او الكثافة المطلقة او النسبية لكل نوع من هذه الانواع. طب لما نروح مع بعض كده نشوف، ادي شكل المربعات، ده شكل المربع بيتعمل سواء خشب او ميتال او بلاستيك او واتيفر ايا كان، ده شكله بيكون في الفيلد. طول الضلع بتاع المربع، طبعا الاضلاع كلها قد بعضها، طول الضلع ده بيتوقف حسب المساحه اللي احنا هنقيس فيها او هنشتغل فيها، هل هي مساحه ضخمه ولا مساحه صغيره، والنباتات هل هي نباتات كبيره ولا نباتات صغيره. فممكن يكون مثلا 50 سم في 50 سم، متر في متر، مترين في مترين، ايا كان. الطريقه اللي بنحط بيها المربع دي فيها طرق كثيره بتكون متحدده من قبل ما بنزل عشان اعمل التجربه، عشان ما يبقاش فيه نوع من انواع البايس او التحيز ان مختار حته معينه فيها نباتات، لا دي حته فاضيه. لا، من الاول خالص بتكون المساحه بتاعت الارض بنكون متقسمه، وبنختار مربعات منها باحداثيات معينه زي ما هنشوف بطريقه عشوائيه، وبننزل نحط المربع بتاعي. في ناس تانية بتعمل راندوم، يعني بيقف ويحذف المربع بتاعه بدون ما يبص في حته معينه، وقت ما يقع المربع ده بيروح يعد النباتات اللي موجوده فيها، دي طريقه اخرى. طب بنعمل الكلام ده كم مره؟ برضه حسب المساحه اللي احنا هنقيس فيها او هنشتغل فيها مساحه كبيره. طبعا كل ما زادت عدد المربعات اللي احنا هنعد فيها تبقى دقه الشغل هتبقى اكتر، بدل ما اخد مربع او اتنين، لا كل ما كانت عدد المربعات اللي انا هعد فيه النباتات كتير، لان هو الاصل ان انا اعد كل النباتات اللي في المساحه اللي عندي، وطبعا ده شبه استحاله، مجهود كبير و الى اخره. فاحنا بنعمل سامبلنج، يعني عمليه ايه؟ بناخد مساحه معينه او منطقه معينه او عدد مربعات معين يكون ممثل لهذه الارض اللي احنا او المكان اللي احنا هنقيس فيه. لما بيجي نرمي المربع ده على الارض، في نباتات بتبقى موجوده داخل المربع، موجوده نباتات على حرف المربع وجزء منها خارج هنا، يعني الاصل موجود هنا الجذر بتاعه، هنا العكس، هنا الجذر بره لكن جزء من النبات هو اللي داخل جوه، ده موجود في الداخل بالشكل ده كده خلاص. هنا الزهرة النبات بره لكن الزهرة جوه، هنا النبات جوه الزهرة بره. الامور دي كلها بيتم الاتفاق عليها حسب الكلية او المعهد او المعمل اللي بيشتغل. في واحد يقول لك لا، اي حاجة بتلمس المربع ده خلاص يبقى هنعدها معانا، حتى لو كان هو نبات بره بس جزء منه جوه. او واحد يقول لك لا، لازم اشوف اصل النبات، بشوف الفرع بتاع النبات او الاستيم واشوفه طالع منين. يعني واحد زي ده ما يتحسبش، لكن ده يتحسب، ده يتحسب، وهكذا. فدي لها قواعد واصول. احنا عايزين نشوف الطريقة او التكنيك اللي احنا هنشتغل بيه. اهو احنا النهارده هنعمل التجربة دي بمعمل افتراضي. هو الاصل ان احنا بناخد الطلاب وبناخد الباص او الاتوبيس، وبنجي رايحين اماكن مختلفة عشان نعمل الكلام ده. طبعا الكلام ده ممكن يكون مكلف، عايز وقت كتير، عايز امكانيات الى اخره. طبعا بتيجي هنا بقى دور المعامل الافتراضية. معمل افتراضي زي ما هنشوف دلوقتي كأننا نزلنا الفيلد بالظبط. طبعا ده مش عشان نقيس حتة ارض معينة، لا ده عشان نشوف التكنيك او الطريقة او الاسلوب اللي هنشتغل بيه، طريقة حسابات فقط. اما لو احنا عايزين نشتغل فعليا، يعني اخد الداتا او اخد قراءات حقيقية، يبقى لا غنى ان احنا ننزل الارض ونطبق ده فعليا، عشان تبقى النتائج بتاعتي بتعبر عن منطقة الارض دي او المزرعة دي او المكان ده، ده في الحقيقة. لكن احنا هنا بندرب الطلاب على الطريقة اللي هو المفترض لما ينزلوا بقى الارض فعلا او المزرعة او مكان يعملوها بسهولة، لانهم اتدربوا عليها تمام. معمل افتراضي ده الكيو ار بتاعه والاسم موجود قدام حضراتكم، بيبقى بالشكل ده. بالمعمل الافتراضي لما هنيجي نفتحه هنلاقي هنا في عندنا اختيارات، في عندنا سكول، في الهوم، في الرود سايد، الريفر سايد، الفاكتوري سايد. طبعا دول كم موقع؟ 1 2 3 4 5. الهوم اللي هو مكان المزرعه او مكان البيت،
ما هنا مكان المدرسة، هنا على جانب الطريق، الطريق الأسفلت اللي بيبقى فيه سيارات، هنا بجانب النهر منطقة طبيعية، هنا بجانب مصنع، يعني متوقع أن يكون في تلوث. هل هيبقى في فرق في الكثافة النباتية بين الأماكن المختلفة دي؟ هنشوف. وهو هنا عطيني مجموعة من النباتات أو الأنواع النباتية اللي احنا هنطبق فيها هذا الكلام. طبعا بعد ما بناخد او احنا لما نيجي ناخد القراءات لما هنيجي ننزل لازم هيبقى معانا جدول زي ده. احنا عندنا هنقول والله هنكتفي باربع انواع فقط ده للتسهيل، لكن احنا المفروض بناخد كل الانواع. فالنبات النوع النباتي ايه والبي والسي والدي العشار الصنت الغضار الرمث. في عندنا هناخد ايه 5 مربعات في المنطقه اللي احنا هنشتغل فيها او في المعمل الافتراضي، ممكن يبقى اكتر 7 10 وات ايفر. المربع الاول الاحداثيات بتاعته، طبعا هنا كلمه الاحداثيات اللي قدام حضراتكم دي مش هتطبق فين في المعمل الافتراضي، ان هو اوريدي محدد لي اماكن المربعات كاننا عملنا كده، يعني الخطوه دي كانها اتعملت. هو خد المساحه كلها بتاعت الارض خلاص ومثلها على خريطه، والخريطه دي ابتدى يقسمها مربعات وحددنا بقى المربعات. نقول والله المربع الاول انا هحطه الاحداثي بتاعه السيني او الافقي وعنده بعد متر مثلا، والصادي بعد 7 متر، فبالتالي بنقطة الالتقاء بنحط مين؟ بنحط المربع ونقيس فيه، وهكذا باقي ايه؟ المربعات. ده هيبان في التجربة الجاية لما هنشتغل على الخريطة. بعد ما بخلص الجدول ده وبملاه، باجي عند المربع الأول بشوف النبات الأولاني، النبات الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا، أخلص أشوف المربع الثاني لغاية لما أملى الجدول ده. حاجة بعد كده بقى النبات الأولاني ده أجمع النباتات كلها اللي موجوده في ال5 مربعات بتاعه الايه فقط، واحط هنا ونبتدي نحسب بقى الكثافه المطلقه في القانون اللي هنشوفه، ثم نحسب له الكثافه النسبيه. نفس الكلام بالنسبه للنوع الثاني والثالث وهكذا بالشكل ده كده اهو. هنيجي النبات الاولاني، فلنفرض احنا لقينا هنا نباتين، هنا ما فيش، هنا 1، هنا 0، هنا 3، ايا كان الارقام بجمعها هنا، فبتديني هنا العدد الكلي للنوع النباتي في ال5 مربعات، يعني عدد الافراد بتاعه النبات العشار اللي موجوده في ال5 مربعات دول كانوا 6. طب انا عايز احسب الكثافه المطلقه لكل نوع نباتي، القانون بتاعها تحت بيقول العدد الكلي للنبات في المربعات الخمسه اللي هو 6، انا عامل هنا بالالوان عشان ما انتهش، الستة حطيناها في البسط فوق اهي، وبعدين بنقسم على مين؟ بتتقسم على مساحه المربعات الكليه اللي هم ال5 مربعات مساحتهم كام؟ عبارة عن مساحة المربع الواحد بتبقى 4 سنتيمتر باعتبار طول الضلع 2، 2 في 2 ب 4 سنتيمتر مربع، بنضربهم في 5 فبيديني ال 20 اللي هو بيبقى المقام فيهم كله. بقسم ال 6 على ال 20 بشوف هيطلع لي كام، تمام؟ يبقى 6 على 20 هتطلع مثلا 3 من 10، واعمل نفس الكلام بالنسبة لباقي النباتات. يبقى النبات الثاني برضو بنعده ونجيب هنا ونقسم على 20 اللي هي مساحة المربعات الكلية ونطلع القيم. بعد ما بخلص الجدول كله باجي بقى الكثافة المطلقة بتاعت الـ A والـ B والـ C والـ D بجمعهم عشان تديني مجموع الكثافات المطلقة، يبقى أنا جمعتهم. طيب وبعدين نيجي بقى ناخد الكثافة المطلقة للـ A أحطها في البسط هنا وأقسمها على المجموع اللي هيطلع لي هنا اللي هي مجموعة الكثافات المطلقة، المجموع بتاعهم كلهم أحطه في المقام وأضرب في 100، هنا ما اتضربش في 100 فبتطلع لي الكثافة النسبية، يعني الكثافة النسبية بتاعت الـ A نسبة للأربع أنواع التانيين، إنما هنا دي كثافة مطلقة. وبكرر نفس الكلام بيبقى الجدول اتملى عندي. بقدر بعد كده لما بتطلع لي القراءات بقول والله الكثافة المطلقة إن مثلا نبات الفلان ونبات الفلاني دول كانوا الكثافة المطلقة أكبر ما يمكن ودول قليلين، وهنا بشوف برضو الكثافة النسبية. يبقى انا اشتغلت هنا الكثافه بتاعت المجتمع نباتي معين في مساحه محدده، وابتديت ان اشتغلها بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. عايزين نشوف بقى دلوقتي نشوف مين نعمل المعمل الافتراضي، يلا بينا يلا عشان نطبق. طبعا احنا هنشوف الطريقه وخلاص عرفنا الجدول هيتملى ازاي، الجدول قدام حضراتكم، عايز تعمل سكرين شوت للشاشه مفيش اي مشكله خالص، تمام؟ طبعا هنا ال 20 دي اللي هي المقام عشان احنا افترضنا ان المربع اللي انا هرميه اللي هو الخشب او مربع البلاستيك او وات ايفر اللي انا هشتغل بيه كان 2 في 2 فعملنا 4. طبعا حضرتك المربع بتاعك 1 في 1، 3 في 3، هتتغير طبعا القيم. الخمسه دي عدد المربعات اللي احنا اشتغلناها، انت هتعملهم 4 هتعملهم 10، فالرقم ده هيتغير في المساحه دي، يعني المساحه دي بتتوقف على مساحه المربع بتاع حضرتك وعدد المربعات اللي انت هتستخدمها. طيب نروح للنقطه اللي بعد كده. ادي موقع المعمل الافتراضي بالشكل ده، عندنا النظريه يعني الخلفيه النظريه بتاعه النظري بتاع التجربه دي، الخطوات، الانيميشن، بيبقى في فيديو هنا موجود، بيبقى موجود كمان على الانترنت، وده السيميوليتور هو ده اللي يهمني. لو اكبر الشاشه طبعا اقدر اترجم ده باللغه العربيه بس بتبقى الترجمه ما هيش دقيقه قوي زي ما احنا شايفين.
خلينا في اللغة الأصلية بتاعتها اللي هو اللغة الإنجليزية. أنا لما أشوف هنا عندي هو عاطيني كام؟ عاطيني 6 سبيشيز، 6 أنواع نباتية، وزي ما إحنا قلنا عاطيني المدرسة، الهوم، الروت سايد، الريفر سايد، الفاكتوري سايد. طب وعاطيني كام مربع؟ 7 مربعات. طب أنا عايز أبتدي العد، طبعًا لو نزلت تحت عاطيني الجدول أهو. أهو هنا عدد الأنواع، الجدول زي اللي إحنا شفناه بالعربي. المربع الاولاني، المربع الثاني، وهكذا في ال7 مربعات. بعد ما بيخلص خالص بيبتدي يعمل المجموع الكلي، وبعدين يبتدي يعمل الحسبه بتاعته زي ما احنا شفنا بالظبط. واقدر هنا اطبع من تحت هنا. تعالى بقى نبدا التجربه. بروح على المربع الاولاني زي ما احنا شايفين، بضغط عليه بيكبره لي لوحده اهو زي ما احنا شايفين. فنيجي للسبيشيز الاولاني اللي هو ده، مش موجود، صفر. طب يبقى اعمل ايه؟ اقوم جاي رايح للجدول هنا واقول هنا صفر. طيب اروح للسبيشيز الثاني، كام واحد منه؟ ادي 1 2، دول 2 مش كده؟ 2. اقوم جاي رايح في الجدول هنا والسبيشيز الثاني 2. اجي اروح للسبيشيز الثالث، دوار الشمس، 1. اقوم جاي رايح هنا حطت 1. السبيشيز الرابع ادي 1 2، في 2 منه، اقوم جاي رايح هنا 2. السبيشيز الخامس اللي هو ده اعتقد مش موجود، لان ده بره، ده بره مين؟ بره المربع، يبقى صفر، بحط صفر. السبيشيز السادس ادي 1 2 3، بنروح نحطهم. هنا في ايه؟ اهو 3، تمام مظبوط. اروح هنا اقوم جاي حاطط ايه؟ 3. كده يبقى انا خلصت الكوادرت الاولاني المربع. طب اخد واحد تاني، نرجع كده ناخد رقم 2، ما احنا ماشيين بالترتيب. السبيشيز الاولاني في منه 2، اقوم جاي رايح حاطط، متاسف، احط 2. واجي هنا السبيشيز الثاني 1 2 3، اقوم جاي رايح حاطط 3 بالشكل ده كده. السبيشيز الثالث 2، اقوم جاي رايح 2. السبيشيز الرابع في كام واحد؟ ولا واحد، يبقى صفر. السبيشيز الرابع صفر. السبيشيز الخامس في هنا في منه؟ لا ما فيش، صفر. السبيشيز السادس ادي 1، بنقوم جاي حاطين هنا ادي 1 بالشكل ده، وهكذا لغايه لما نخلص السبع مربعات او الخمسه زي ما احنا عايزين، ونبتدي نحسب بالجدول زي ما احنا شفنا الجدول، زي الجدول اللي احنا كنا حاطينه بالشكل ده. يبقى هنا، يبقى الجدول ده لازم يكون مطبوع مع حضرتك وانت بتشتغل المعمل الافتراضي. خلي المعمل اللي احنا شغالين فيه كده، عايز تشتغل بالجدول بتاعهم، يبقى هتزود عدد السبيش، هتحطهم، هو حطتهم 6 والمربعات كان واخدهم 7، لكن نفس الطريقه هي هي. عايز تشوف هو كمان بيجي هنا في الموقع، هنشوف والله البروسيدورز التجربه، هنشوف المربعات هو واخدها قد ايه. اهو شوف المربع هو واخده متر في متر، اهو زي ما حضراتكم شايفين متر في متر. وطبعا ده شكل الجدول بعد ما بيخلص اهو بالشكل ده كده، عدد الافراد اللي احنا اشتغلناه، وعطيني الكثافه الى اخره، ويبتدي نعمل ايه؟ التجربه بتاعتنا. ده السيميوليتر اللي احنا كنا شغالين فيه مش من شويه اهو. ده بالنسبه للسكول. طب تعالى نجرب بقى مثلا نشوف بتاع الريفر سايد. الريفر سايد اهو بالشكل ده كده، هتلاحظ ممكن تبقى النباتات اكتر شويه. ليه؟ مفيش ملوثات، مفيش كذا، مفيش كذا الى اخره. يعني لو ضغطت هنا بص النباتات ممكن تبقى اكبر عددها كعدد ممكن. طيب ده هيبان لما نيجي نعد. تعالى بقى نقارن. هنا بقى لما تيجي تروح بص كده اهو، تبص اهو، تبص تلاقي فين انواع موجوده. الله، طب ما العدد اهو برده كبير. هنا بقى بيخش عامل تاني هنا عند المصنع. نرجع تاني هنا بقى كده، لو انت دققت شويه كده بعينيك هتبص تلاقي بعض السبيشيز ما بقتش موجوده في المناطق الملوثه. يعني ادي المربع الاولاني ما فيهوش اي واحد من الثلاثه دول ولا الاربعه دول، ما فيش غير السبيشيز 4 و6. ده معناه ان الاثنين دول اقصر قدره على تحمل الملوثات. اهو هاخد رقم 7 اهو، مش موجود خالص في اي واحد فيهم. ادي رقم 4. يبقى هنلاحظ هنا المصانع موجوده هنا، يبقى الثلاث انواع المزهره دي اختفت. ما دي برضه ليها دلاله، ده لا يتحمل التلوث، يبقى اذا الاثنين دول بيتحملوا التلوث. طب تعالى نروح مثلا في الريفر سايد. تعالى نبص هنا مثلا اهو في رقم 4، هنبص نلاقي بص الحاجات المزهره كتيره موجوده وبكثره.
طب تعالى نروح لمكان اخر اللي هو الروت سايد على جانب الطريق، يعني برضو في شويه من الملوثات، هتبص تلاقي في انواع موجوده وانواع لا، في انواع اختفت. يعني لو بصيت مثلا هنا اهو اهو، او عددها هيكون اقل بالشكل ده كده، الاقي واحد بس. احنا في الاول كنا بنلاقي ثلاثه وبنلاقي اربعه اهو. تعالى نروح بقى في الريفر سايد، لا بص اهو ناخد رقم اتنين، بص الاعداد. يبقى اذا هنا بنشوف الكثافة وكمان بناخد دلالة حسب المكان اللي احنا بنكون موجودين فيه، او حسب اهو ده هنا في المزرعة وهكذا. يبقى احنا بنكمل هنا كل الاربع حالات، الخمس حالات، المدرسة والبيت وجانب الطريق وجانب النهر وجانب المصنع، بالاضافة الى بعض اللي احنا بالاضافة للسبع مربعات اللي احنا كنا شغالين فيهم. يبقى كده بتكمل التجربة بتاعتك وبتروح الى الجدول اللي احنا شغالين بيه. الى هنا بيكون الفيديو ده خلص. رابط الفيديو او المعمل الافتراضي بيكون موجود في الاسفل تحت، بالضغط عليه بتبتدي تعمل التجربة بتاعتك، وانا سايب لك الشاشة اهي عشان لو انت عايز تعمل سكرين شوت للجدول الفاضي بيكون بالشكل ده كده. ده هنا الجدول الفاضي اهو، وادي الجدول، طريقة الشغل الجدول بهذه الطريقة والقوانين موجودة تحت. ان شاء الله التجربة الجاية هتكون نفسها هي هي. طب احنا ما عندناش معمل افتراضي، مش هنشتغل يعني مثلا في الاختبار ما مش معقول، بس مش مسموح بحد نشتغل بالتابلت بتاعه او الموبايل او وات ايفر، او ما فيش لابتوب، نعمل ايه؟ هيبقى فيه البديل رسمة خريطة، وده هنشوفها في التجربة الجاية ان شاء الله. شكرا والى ان نلتقي، اسألكم الدعاء بظهر الغيب، ان كنت احسنت فمن الله، ان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل في عملنا رياء او سمعة يا رب، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.